نوجه رسالة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء إعادة صياغة الوثيقة الاقتصادية وتقدم الحلول المنطقية والتي تتناسب على أرض الواقع. الحكومة اليوم عليها كثير من الأمور، والمجلس أنا أقول لكم إياها بكل أمانة، إحنا نكون متعاونين في المصلحة العامة. أي موضوع ينحر تنحر فيه الحكومة راح تكون مساءلة. أي موضوع اليوم من تسبب من رفع أسعار إخفاقات راح يتحاسب من رئيس وزراء واللي تحته. حضرت أول اجتماع أبدي وجهة نظري، وكنت واضح في كلامي أنا، يعني أن قلت لهم أنا لا أتفق يعني في وضع الأولويات، لسبب أن قد أتفق معاكم في بعض الأمور، قد أختلف في بعض الأمور. أنا أفضل العمل باستغلالية زين والعمل الجماعي في مجلس الأمة، ولكن كتكتلات أو أحزاب أنا يعني أنا أتكلم عن نفسي، أنا ماني معاها.